في 27 من نوفمبر الماضي أعلن كل من أسامة مروة وغيث مروان رسمياً أنهم عم بيحضروا لأغنية جديدة مع بعض، من بعد ما صرح غيث مروان عن هذا الخبر بأحد فيديوهاته على يوتيوب. طبعاً جايز اللي بتابع فيديوهاتي على يوتيوب من زمان بيعرف إنه في مقطع من المقاطع كنت أنا عم بقول فيه إنه في غنية حتنزل لإلو لأسامة، مقطع تقريبا شي 5 سكند هيك عم طالع على السريع. فمن هون بلش حماس المتابعين للأغنية والفيديو كليب، خاصة أنهم بيحبوا الصداقة اللي بتجمع بين أسامة مروة وغيث مروان. بس اللي ما توقعوا المتابعين هو أنهم كانوا عم بيحضروا لكوفر لأغنية أصالة الجديدة صدفة نتلاقى. والمفاجأة الأكبر كانت أنهم غنوا الأغنية بطريقة كوميدية وللمزح فقط، رغم أن أسامة وغيث لمحوا لكل هالمفاجآت من قبل بفيديوهاتهم السابقة. جرحوني وعلموني الدمع خبيها بعيوني. فأول تلميح كان من غيث مروان لما علق على أحد فيديوهات أسامة على يوتيوب وكتب الأغنية رح تقضي على أغنية أصالة، والثاني كان بفيديو غيث مروان اني نزل قبل ساعات من تنزيل الأغنية. شو عم بصير؟ أول شيء اللحن كان خربان، ثاني شيء صوتك زبالة على الحالتين، اللابتوب تبعي بعدين ضاع عليك كل شيء، فتحملون وتحملون شوي، والله بتستاهل غنية، كلماتها كتير قوية ولحنة أول مرة بتسمعوه والصوت حيصدمكن هذا شيء أكيد. فرغم أن الأغنية كانت كوميدية وللضحك فقط، إلا أنها لاقت صدى واسع على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد الفيديو كليب أكثر من 1,000,000 مشاهدة خلال ساعات قليلة فقط من إصداره على يوتيوب. وأكيد شفنا عدد كبير من ردود الأفعال من طرف اليوتيوبرز على الأغنية، فاختار أحمد وسالي بالتعليق على الفيديو كليب نفسه بخانة التعليقات بيوتيوب وكتبوا: الإحساس بصوتك لا يعلى عليه، كنت متأكد من عيد ميلاد خلودي أنك تكسر اليوتيوب وحيطان بيتنا وسماعات موبايلي بصوتك العذب، ورافق التعليق بإيموجيز للضحك. أما عمور فاكتفى بقول: فشلتونا. أما أبو الرب فمعروف عنه بدعمه لكل ما هو مواهب كوميدية، فاختار التعبير عن رأيه ودعم الأغنية بمجموعة من الاستوريهات. أوكي جماعتي، بس حبحكي لكم أسامة مروة وغيث مروان عملوا أغنية مع بعض، ومن أجمل الأغاني حتسمعوها في حياتكم. يعني كثر ما الأغنية حلوة بعديها حتضطروا تجيب هيك تشيل دالك وتشتري دان جديدة. أما بسام فنزل ستوري على إنستغرام وكتب: إحساسك دمرني، مع تاج لغيث مروان. وأنس مروان نزل ستوري لمقطع من الأغنية وكتب: شي بيشرف والله مبروك. أما نارين بيوتي فشفنا ردة فعلها بستوري أسامة على إنستغرام: طبعا يا جماعة هي قعدة فن، احنا كفنانين ايوة قررنا نجتمع هيك عشان نحكي على اعمالنا القادمة. هل هيك يعني صراحة فنك غير عن فننا؟ انا بتمنى فيه فني بفنك والله. ليك هلا صعب شوي، بس ان شاء الله معك معي اذا بتكملي وبتشدي حيلك، ان شاء الله الغنية الجاية بتكون احلى واحلى من اللي انت نزلتي. يا رب شرفني حكاك. الله عليك، بس بالله عليك كيف الاداء والاحساس بغنية؟ الاداء حلو، اللحن حلو، الاحساس على غير مستوى. الله عليك والله. شوفوا الفنانين كيف بيحبوا. أما زياد أبو شعر فشارك هالستوري بعد إصدار الفيديو كليب مع أسامة مروة: اللحن كمان بجنن، الأداء كيف؟ الأداء فوق ما مالي متوقع أنا والله برو، يعني كانت هو اللي بيساعد، كانت شغلة 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 رهيبة والله. فبعد إصدار الأغنية بساعة واحدة فقط تخطى أسامة حاجز 3,000,000 مشترك على يوتيوب، من بعد ما تخطى غيث مروان حاجز 2,000,000 مشترك قبل أيام قليلة، فألف مبروك لهما. فهل تمكن كل من أسامة مروة وغيث مروان من القضاء على أغنية أصالة الجديدة بنظركم؟ اكتبوا لي رأيكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.